الموقف المحور وموقف الجمهورية الإسلامية الذي أشار إليه الدكتور حسين هو أن الأمور قد تخرج عن السيطرة وتدخل أطراف جديدة في المواجهة. وبالفعل بعد التهديدات الإيرانية والتحذيرات للطرف الأمريكي وهو شريك المعركة مع الإسرائيلي ويدير غرفة العمليات المشتركة بينهما، بالفعل تدخلت أطراف أخرى. اليوم اليمن متدخل ومنخرط في هذه المواجهة، يوميا هناك مسيرات وصواريخ تطلق من اليمن باتجاه إيلات وتسقط المنظومات الصاروخية الأمريكية الباتريوت، تسقط عدد كبير من هذه الصواريخ والمسيرات. المقاومة في العراق وذكرت ذلك في المقدمة هي أيضا منخرطة تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية وكذلك في سوريا. أما في لبنان موقف حزب الله واضح، هو قال منذ اللحظة الأولى لست على الحياد، لسنا على الحياد ونحن جزء من هذه المعركة. وأضيفك من البيت شعرا كما يقولون، منذ اليوم الأول اتصل السيد صلاح العروري بسماحة السيد نصر الله والتقى به، التقى أكثر من مرة، وأنشئت غرفة عمليات مشتركة يتم فيها تقسيم الأدوار، وعبر عنها السيد صلاح العروري أكثر من مرة، وأن هناك دورا لليمن ودورا في العراق ودورا لسوريا ودورا للجمهورية الإسلامية بدعم كل قوى المقاومة. أين أنشئت هذه الغرفة دكتور؟ المقاومة في لبنان أم في إيران؟ هذه معلومات عسكرية وأمنية ما بعرفها، مش اختصاصي يعني. أنت حكيت بها، لكن في المعركة سيف القدس، معركة سيف القدس سابقا كانت غرفة العمليات في بيروت بين فصائل المقاومة وحزب الله، واليوم أيضا يعني ربما تكون في بيروت لا أدري. وهذا الأمر يعني تقسيم الأدوار والتناسب في الردود، يعني موضوع العسكري ليس موضوعا عفويا. حزب الله ومحور المقاومة لا يتحرك بتوقيت مغرد من هنا أو تهديد من هناك أو رأي إعلامي من مكان آخر، يتحرك بناء على قضايا عسكرية مدروسة. حزب الله اليوم في الجنوب يشاغل أكثر من 40,000 جندي إسرائيلي.